أفاد تقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد نطى طلبات للحصول على علامة تجارية لنقل الخبرات التي سيتم إنشاؤها في كأس العالم 2026 إلى ميتافر. وفقاً للطلب المقدم، تخطط المنظمة لبيع الإصدارات الرقمية من هذه العناصر بالتجزئة من خلال متاجر البيع بالتجزئة الافتراضية. وتشمل هذه العناصر الملابس والإكسسوارات الافتراضية مثل أغطية الرأس والنظارات والمعدات الرياضية. أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستفتح صندوقاً استثمارياً جديداً يسمى كريستيز فيتشر، والذي سيستهدف بشكل أساسي مشاريع ويبفري. وفقاً للبيان الصحفي الصادر يوم الاثنين، تتمثل مهمة الصندوق في توفير الموارد المالية ودعم الخبراء لشركات التكنولوجيا الناشئة والتكنولوجيا المالية التي تعمل على إيجاد حلول ذات صلة بسوق الفن. تتطلع لجنة الرقابة المالية في تايوان FSC إلى وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات المشفرة. وكانت قد أصدرت خطاباً إلى الجمعية المصرفية المحلية في أوائل يوليو، والتي طلبت من وكالات بطاقات الائتمان التوقف عن استخدام منصات التشفير كتجار. وأدى في الخطاب أيضاً أن الهيئة التنظيمية تمنح شركات بطاقات الائتمان 3 أشهر لامتثال المتطلبات الجديدة، وتحذر من المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية. حذر المؤلف الشهير للكتاب الأكثر مبيعاً الأب الغني والأب الفقير روبرت كيوساكي من أكبر انهيار للسندات منذ عام 1988، وشدد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوق السندات التي هي أكبر 40 مرة من سوق الأسهم. وقالت يوساكي عدة مرات إنه ينتظر هبوط البيتكوين لشراء المزيد. أصبحت منصة تبادل العملات المشفرة الآسيوية هوبي أحدث شركة لخدمات الأصول الرقمية تحصل على موافقة مؤقتة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وفقاً لبيان صادر عن البورصة، تمنح هذه الموافقة كيان هوبيز في الإمارات العربية المتحدة السلطة لتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات تبادل الأصول الافتراضية.